إخواني، إحنا برنامجنا برنامج الفرصة، برنامج جاب شي واحد بين الجزائريين، ولذلك هذا البرنامج يجعل الجزائريين ويجعل مكونات الشعب الجزائري مكونات كلها متساوية الفرص، متساوية الأدوار، متساوية الحظوظ في إدارة هذه البلاد. ولذلك إحنا مشروعنا في هذه المنطقة وفي غيرها من المناطق يرتكز على احترام التنوع الثقافي، احترام الأمازيغية واحترام العربية واحترام كل اللغات الموجودة في بلادنا وكل اللهجات الموجودة في بلادنا. ماذا بينا نرقيو هذه اللغات الأمازيغية، نرقيوها إلى كما راهي مرقات بالسنة، ولكن نزيدو نعمقوا التعليم تاعها ونعموه حتى الشعب الجزائري يقدر يتعامل ويعود يفهم بعض البعض، حتى الشعب الجزائري كامل يعود يتكلم مع بعض. لماذا احنا نعموا اللغة الفرنسية؟ ولماذا نعمم اللغة الأمازيغية الإنجليزية؟ نعموا لغاتنا، لغاتنا اللي في بلادنا، نعموا الأمازيغية، نعموا العربية، نرقيوهم، نثبتوهم، نخليو دورهم هو الكبير حتى نحفظوا الوحدة تاع بلادنا وحتى نوحدوا بين بلادنا.